قلنا في كم مرض؟ عندي ثلاث امراض، الكورونيك برونكايتس والبرونكيا الازمه والانفيزيما. وخدنا الانفيزيما المره اللي فاتت بدانا فيها وقلنا في منها نوعين، سنتري اسمر انفيزيما والنوع الثاني اسمه بان اسمر انفيزيما. اتكلمنا عن السنتري اسمر، قلنا بيجي بسبب مين؟ السموكينج، وعرفنا الباثوجينيسيس بتاعه، وقلنا في الباثولوجي بتاع السنتري اسمر مشهوره في انهي جزء من اللنج؟ في الابر بارت بتاع اللنج، لقيت ان السموك لما بيدخل بيطلع على الابر بارت، فالانفيزيما بشوفها اكتر في الابر بارت. قلنا اللنج بتكبر بس مش قوي، قدرت اللارج منه. وقلنا ان احنا لو خدنا كات سكشن في اللنج او حتى بصينا على اللنج تحت الميكروسكوب هلاقي المشكله على مستوى مين؟ على مستوى الريسبيراتوري برونكيول، الالفيولار داكت والالفيولار ساك كومبليتلي نورمال. البان اسمر انفيزيما تفتكروا الكونديشن هيبقى اعلى في مين؟ في السنتري اسمر ولا في البان اسمر؟ في البان اسمر انفيزيما. فاول حاجه لو جينا نبص على البان اسمر انفيزيما بلاقي الشخص ده الثراسي الكافيتي بتاعه او الشيست بتاعه له منظر مميز بنسميه باريل شيب شيست. باريل شيب شيست، كلمه باريل شيب شيست ده المنظر المميز اللي بشوفه في عيال البان اسمر انفيزيما. الشيست بتاعه بيبقى كبير، الشيست بتاعه بيبقى كبير، بيعمل لي منظر بيشبهه منظر البرميل او الجلده، باريل شيب شيست. ايه اللي بيحصل بالظبط في الباريل شيب شيست؟ تخيل ان واحد خد انسبيريشن جامد وكتم، فبتلاقي الشيست بتاعه كبر. عيان البان اسمر انفيزيما بيبقى ماشي في العادي الشيست بتاعه كبير كده، اكن واحد واخد انسبيريشن وكتم، الشيست بتاعه بيكبر بيسموه باريل شيب شيست. ايه بقى مواصفات الباريل شيب شيست ده؟ احنا عارفين ان نورمال الترانسفيرس دايامتر بتاع الثراسي الكافيتي اكبر من الاندروبوستيريو، فالشخص ده الصدر بتاعه او الشيست بتاعه بيكبر لدرجه انه بيقلب مربع، الترانسفيرس دايامتر بيبقى قد الانتروبوستيريو، يعني الانتروبوستيريو ده بيكبر بيبقى مساوي للترانسفيرس. في الطبيعي الترانسفيرس اكبر، اللنج بتاعته كبرت فالثراس الكافيتي بتاعه كبر، فبالتالي الترانسفيرس دايامتر بقى قد الانتروبوستيريو. الاسترنم بتاعته اتزقت لقدام بوشد فورورد. الريبس بتاعته احنا عارفين نورمال ان الريبس اوبليك جايه بمين؟ لانها ماسكه من الاسترنم هنا ونازله بمين على مين؟ على الفيرتبري من ورا. لما الاسترنم تبقى بوشد فورورد الميل ده بيتعدل، بدل ما كانت الريبس جايه مايله لا بتتعدل وبتبقى هوريزونتال، لان الاسترنم بقت بوشد فورورد ونزلت لتحت شويه، فبقت الريبس واخده منظر هوريزونتال بالعرض من قدام لورا، بدل ما كانت اوبليك كده من فوق لتحت. لو جيت اقيس عنده السبكوستال انجل، لو جيت اقيس السبكوستال انجل دي هي نورمالي زاويه قايمه 90 درجه. لما الاسترنم اتزقت لقدام الانجل دي وسعت فبقت وايد، وايد سبكوستال انجل، بدل ما كانت زاويه قايمه بقت زاويه منفرجه. دي التغيرات اللي بشوفها في الشيست في عيان البان اسمر انفيزيما. يبقى الشخص ده عنده باريل شيفت شيست. الشيست بتاعه بيكبر اكنك بالظبط واخد الاسبيريشن وكتمته. الانتروبوستيريور دايامتر بيزيد بيبقى قد الترانسفيرس، الاسترنم بتتزق قدام بوش فورورد، الريبس بدل ما كانت اوبليك بقت ترانسفيرس، واهم حاجه وايد سبكوستال انجل. دي التغيرات اللي بشوفها في الشيست بشكل عام، يعني دي النظره اللي ببصها للعيان من بره. طب لو جيت ابص على اللنجز بتاعته من جوه هلاقي ايه؟ دي اللنج هي ده كده. اولا المشكله هتبقى اكتر في مين؟ في الابر بارت ولا في اللور بارت؟ احنا قلنا في السنتري اسمر المشكله اكتر في مين؟ في الابر بارت، عشان الدخان بيطلع لفوق. انما في البان اسمر المشكله اكتر في مين؟ في اللور بارت. ليه المشكله اكتر بقى في اللور بارت؟ عشان يا دكاتره مشكلتي في البان اسمر معاه ايه؟ ان في حد مولود بالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، نقص في هرمون الانتي الاستيز. طيب هو المفروض الالاستيز اللي بيعمل انفيزيما موجود في مين؟ في النيوتروفيل والماكروفاج اللي هي اصلا جايه منين؟ اللي هي جايه من الدم. فكل ما زادت كميه الدم كل ما خطر حدوث الانفيزيما زاد. عشان كده
بلاقي الانفيزيما اكتر في اللور بارت بتاع اللنج. طب هنا اللنج هتكبر قوي ولا مش قوي؟ الليشن اعرف في مين، في السنتري ولا في البان؟ في البان اسنر، لانها واخده الريسبيراتوري اسنس كلها. فهلاقي اللنج هنا هيوج او فوليومينس، بتوصل لاحجام مهوله. طب واحد يقول لي انا ايه اللي عرفني ان الحجم الكبير ده بسبب هواء؟ ما ممكن يبقى بسبب فلولا. اتاكد ازاي ان اللنج كبرت بسبب هواء؟ حطها في ميه، لو عامد فلوت تبقى اللنج كبيره بسبب هواء، انما لو كبيره بسبب ميه مثلا او بسبب دم او بسبب اي حاجه ثانيه هتفقس. يبقى اللنج هنا هيوج وبتعوم في الميه، معنى كده انها كبرت بسبب وجود كميات كبيره من الهواء. لو واحد مات وشلتها وحطيتها في ميه، تخيل يا سيدي واحد مات وشلت اللنج بتاعته وحطيتها في ميه هتلاقيها بتعوم. نعم، عشان الدم بان اسنر انفيزيما هيريديتري ديفيشنسي اوف الفا 1 انتي تريبسين انتي الاستيز. فمشكلتي هنا ان الاستيز اللي جاي من النيوتروفيل والماكروفاج مفيش حاجه بتحميني منه. النيوتروفيل والماكروفاج جايه من الدم، يبقى مشكلتي كلها اصلا مع النيوتروفيل والماكروفاج اللي جايه من الدم. يبقى كل ما كميه الدم زادت كل ما خطر الانفيزيما زاد. الدم نورمالي بيبقى اكتر في اللور لوبس بتاعي اللنج. اللنج بتوصل لاحجام ضخمه وبتعوم على الميه، فلوت اون ووتر. لو جيت ابص بلاقي السيرفس بتاعها من بره ناعم وشايف فيه الريبس معلمه، اندنتيشن اوف ريبس. دلوقتي يا دكاتره اللنج كبرت، فلما بتكبر بتضغط على مين؟ على الريبس. فباجي ابص على اللنج من بره الاقي الريبس معلمه في اللنج من بره، شايف الاندنتيشن اوف ريبس. مش كده وبس، ده لو جيت اضغط على اللنج عملت لها بيتنج هلاقيها بتنزل معايا، لان مفيش الاستيك فايبرز. يعني ايه الكلام ده؟ تخيلوا جبت بالونه منفوخه وجبت غطى على جزء من البالونه، لو شلت صبعي، صبعي بيعلم ولا البالونه بترجع تاني؟ بترجع تاني. ليه؟ عشان فيها الاستيك فايبرز. انما اللنج فقدت الالاستيستي بتاعتها، وبالتالي لو جبت غطى على اللنج بصبعي بلاقي صبعي معلم، زي المنظر اللي بتشوفه في البيتنج إديمة في الرجل، لما بضغط على الجلد بلاقي الجلد معلم مكان صبعي. هنا برضو اللنج بتعلم لو ضغطت عليها مكان صبعي عشان مفيش فيها إلاستيك فايبرز، الإلاستيك فايبرز متدمرة. طيب باجي أبص على اللنج دي بلاقيها بيل ودراي. ليه بشوف اللنج دي بيل ودراي؟ احنا قلنا يا دكاترة نورمالي الألفيولاي موجود بينها انتر ألفيولار سيبتا. الانتر الفيولار سيبتا دي اللي ماشي فيها مين؟ ماشي فيها البلاد فيسلز. في الانفيزيما بيحصل ابنورمال دايلاتيشن في الاير سبيسز، يعني الالفيولاي دي بتكبر والالفيولاي دي بتكبر. لما بتكبر بتضغط على مين؟ على الانتر الفيولار سيبتا، ولما بتضغط على السيبتا بتعمل كومبريشن على مين؟ على البلاد فيسلز. فالبلاد فيسلز في حاله الانفيزيما بتبقى كومبريزد. الكومبريشن ده بيخلي اللونج بين، لان الدم فيها قليل وكمان دراي. يبقى ليه اللنج هنا بتبقى بيل ودراي؟ عشان في فاسكولار كومبريشن. مين اللي عمل كومبريشن على البلاد فيسلز؟ الالفيولاي اللي كبرت او الاير سبيسز اللي كبرت. المفروض ان اللنج هنا الالفيولاي فيها بتوصل لاحجام كبيره، بتفضل تتنفخ بالهواء. اللنج في منها اجزاء سبورتد، يعني في جنبها اجزاء من الشيست وول، وفي اجزاء ثانيه فري مفيش قصادها حاجه. هنا اللنج بتتنفخ وهنا اللنج بتتنفخ. تفتكروا السبيسز هتوصل لاحجام اكبر في مين؟ في الاجزاء السبورتد ولا الاجزاء الفري؟ اكيد في الاجزاء الفري. ليه؟ لان الجزء السبورتد الجزء من اللنج اللي جنبه ريبس، لو في حته بتتنفخ في اللنج اللي مفيش سبيس، فبالتالي مش هتوصل لاحجام كبيره، يعني وجود ريبس جنبها هيحجمها. انما لو حته فري في اللنج منها للهواء، ساعتها السبيسز هتكبر وتتملى هواء لحد ما توصل لاحجام ضخمه. السبيسز في بعض الاماكن في اللنج بتوصل لاحجام ضخمه بنسميها انفيزيمتس بولي. يبقى معنى كلمه انفيزيمتس بولي معناها ان في سبيسز في اللنج قعدت تتنفخ بالهواء ووصلت لاحجام كبيره. طب البولي دي انا بشوفها فين؟ انا بشوفها في الاماكن الفري في اللنج اللي مفيش جنبها حاجه تعوق البولي دي، زي الابيكس بتاع اللنج وزي الانتيريور بوردر وزي البيز من قدام.
انما الاماكن اللي جنب الريبس على طول دي اماكن سبورتد بالريبس، الريبس لازقه فيها، فالاماكن دي بيعوق فيها وجود امفيزيمتس بولي. معنى كلمه امفيزيمتس بولي ان الاير سبيسز وصلت لاحجام كبيره. السبيسز يا دكاتره بتتملى هواء، الالفيولاي البايظه دي بتتملى هواء، وكل ما بتتملى هواء بتعمل كومبريشن على مين؟ على الانتر الفيولار سيب، بتفضل تضغط 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 على السبتة لحد السبتة ما ترابشر والسبيسز دي بتلحم مع بعض. يبقى كل شوية السبيسز بتبدأ تلحم مع بعض. دلوقتي أنا عندي سبيس وجنبه سبيس وبينهم سبتة، السبيسز عمالة تتملى هوا، تفضل تكبر 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 لحد ما السبتة ترابشر والسبتة تقوم جاية لحمة في بعض، بدل ما كانوا اتنين تلاتة سبتة جنب بعض بيعملوا لي سبيس واحد كبير. يبقى انا لو خدت كات سيكشن في اللونج دي هلاقي اير سبيسز كتيره جدا 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 وكلها احجامها كبيره، بتفضل الاحجام الكبيره دي تزيد وتفضل السبيسز دي تكبر لحد السته اللي بينها متفرقه، وبعد كده تلحم مع بعض تعمل لي سبيسز اكبر ناتجه عن ايه؟ الفيوجن بتاع السبيسز اللي كانت جنب بعض. يبقى دي المناظر او دي الايتمز اللي بعلق عليها في الميد بار. ما انساش انها في اللور لوبس اكتر، ما انساش انها بين ودراي عشان في فاسكولار كومبريشن، وما انساش اكلمه عن الانفيزيمتس بولي. طب لو خدت عينه من اللنج تحت الميكروسكوب، لو جيت ابص تحت الميكروسكوب هلاقي الالفيولار كبيره ولا صغيره؟ هلاقي الالفيولار حجمها كبير. سليمه ولا بايظه؟ بايظه وشكلها بايظ. طب لو جيت اعدهم بلاقي الالفيولاي عددهم قل. حد يعرف ليه يا دكاتره عدد الالفيولاي قل؟ لانها بدات ايه؟ تلحم مع بعض، لان السبيسز بدات تلحم مع بعض، فالعدد الكلي بتاع الالفيولاي كل شويه بيقل، لان في 2 3 4 لحموا مع بعض وعملوا لي سبيس واحد كبير، فالعدد الكلي بتاع الالفيولاي بيقل. طب السته موقفها ايه؟ احنا قلنا دلوقتي ان السته بيحصل لها كومبريشن، كل ما السبيسز دي بتكبر السبته بيحصل لها كومبريشن كومبريشن لحد السبته ما ترابشر والسبيسز دي تلحم مع بعض. لما السبيسز دي بتلحم مع بعض بلاقي اجزاء من السبته المرابشره جوه الليوم عامله لي نتوءات بلانت سبيرز. ايه النتوءات او ايه البروزات اللي انا راسمها دي؟ دي بواقي السبته المرابشره. لما السبته رابشرت والسبيسز لحمت مع بعض السته المرابشره اتكسرت لحتت صغيره، بروزات صغيره، بلانت سبيرز بشوفها جوه الليومن بتاع السبيس الكبير ده. طب البلاد فيسلز موقفها ايه في الانفيزيما هنا؟ بتبقى كومبريز. ليه كومبريز؟ لانها بتتضغط بسبب السبيسز اللي عماله تكبر كل شويه، فهنا البلاد فيسلز بتبقى كومبريز، وده اللي خلالي اللنج دي بالنجد اي بيل ودراي. يبقى هنا في فاسكولار كومبريشن وده اللي كان مخلي لي اللنج بيل اند درا. ده الباثولوجي بتاع البان اسينر انفيزيما. ما انساش في النجد اي اكتب وصف الباريل شيبد شيست. اخر حته عندي في الانفيزيما الكومبليكيشنز. ايه هي المشاكل اللي بتقابلني في حاله الانفيزيما؟ اول مشكله كرونيك برونكايتس. احنا قلنا في الحصه اللي فاتت ان الكرونيك برونكايتس بيعمل انفيزيم والانفيزيما تعمل كرونيك برونكايتس والاثنين مع بعض بسميهم سي او بي دي. عشان كده دايما بنستخدم في التشخيص بتاع الامراض دي لفظ السي او بي دي. طب انهي نوع من الانفيزيما اسوشيتد مع الكرونيك برونكايتس؟ السنتري اسينر ولا البان اسينر؟ السنتري اسينر. ليه؟ لانه بسبب السموكينج، والكرونيك برونكايتس كمان هو بسبب السموكينج. يبقى الكرونيك برونكايتس اسوشيتد مع سنتري اسينر انفيزيما والاثنين سببهم ايه؟ سببهم اسمه. طيب ايه كمان؟ ممكن السبيسز الضعيفه تفرقع. ممكن السبيسز الضعيفه تفرقع. لو فرقعت هتدخل لي هواء في الانترستيشال تيشو بتاع اللنج، بتعمل لي حاجه اسمها انترستيشال انفيزيما وده هنتكلم عنها دلوقتي. او ممكن الانفيزيمتس بولي الكبيره دي ترابشر في البلوره وتعمل لي نيومو سوركس. يعني ايه كلمة نيوموسوركس؟ هوا في مين؟ في البلور. يبقى ممكن السبيسز تفرقع، تطلع هوا في اللنج انترستيشال انفيزيما، او تطلع هوا في البلوره نيوموسوركس. طبعا الالفيولاي بتبوظ
والاير سبيسز بتبوظ، فبعد فتره من الوقت العيان ده بيشتكي من فشل في وظايف اللنج ريسبيراتوري فيلر. في حاجه كمان مهمه، ايه هي؟ الراجل ده بيجي له بالمونر هايبرتنشن وكور بالمونال، يا ترى ليه؟ ليه بيحصل بالمونر هايبرتنشن وكور بالمونال؟ عشان في ايه؟ عشان في فاسكولار كومبريشن، عشان في فاسكولار كومبريشن. الفاسكولار كومبريشن ده بيعلي الضغط في البالمونري ارتريولز، بيعمل بالمونري هايبرتنشن وكور بالمونال. يبقى الكرونيك برونكايتس معاه كور بالمونال، وقلنا الكلام ده بسبب الهايبوكسيا، وكمان الانفيزيما معاها كور بالمونال بسبب الفاسكولار كومبريشن. عشان كده احنا بنثبتين القاعده، اي كرونيك لانج ديزيز دايما اقول معاه بالمونري هايبرتنشن وكور بالمونال، وكل مرض له ميكانيزم مختلف عن الثاني في البالمونري هايبرتنشن. كده انا خلصت الترو انفيزيما، كده انا خلصت الترو انفيزيما، الانفيزيما الحقيقيه. عندي بقى other types of emphysema او special types of emphysema او false types of emphysema. احنا قلنا شرطي عشان اقول ان الانفيزيما دي حقيقيه لازم الالفيولاي الالاستيك فايبرز بتاعتها تبوظ، وبالتالي الكونديشن يبقى بيرمننت او irreversible. في اشكال تانيه او في كونديشنز تانية شبيهة بالانفيزيما بس بهياش انفيزيما حقيقية. عندي اربع اشكال. اول حاجة اسمها obstructive انفيزيما او هايبر انفليشن، كومبنساتوري انفيزيما، وعندنا السينايل او اتروفيك انفيزيما، واخر حاجة انترستيشيال انفيزيما. عندي اربع امثلة لكونديشنز بعض المشاكل اللي شبه الانفيزيما بس ما هياش انفيزيما حقيقي. اول نوع اوبستراكتيف انفيزيما، فاكرين في البرونكيال أزمة لما قلنا ان الميوكاس بلاج ممكن تعمل بارشيال اوبستراكشن وممكن تعمل كومبليت اوبستراكشن؟ لو عملت كومبليت بتعمل حاجه اسمها لانج كولابس. امال لو كان بارشيال اوبستراكشن ايه اللي بيحصل؟ كان الهواء بيدخل ما بيعرفش يخرج، فالالفيولاي كانت بتتنفخ بالهواء، منظر شبيه بالانفيزيما بسميه اوبستراكتيف انفيزيما. الانفيزيما هنا انفيزيما مش حقيقيه، ليه؟ لان الالفيولاي سليمه والموضوع ده ريفيرسبل. فالاوبستراكتيف انفيزيما او الاوبستراكتيف هايبر انفليشن بتيجي بسبب بارشيال اير واي اوبستراكشن، لازم بارشيال او سب توتال اوبستراكشن، لان لو كومبليت اوبستراكشن مش هيعمل انفيزيما، هو ولا هيدخل ولا هيخرج هواء، فهيعمل لانج كولابس. ممكن الاوبستراكشن يبقى جنرالايزد في كذا حته في اللانج، وممكن يبقى لوكالايزد في برونكس واحده بس. لوكالايزد زي ايه؟ واحد مثلا بلع فورين بادي، بلع فورين بادي، الفورين بادي نزل راح جاي عامل بارشيال اوبستراكشن في برونكس، فالهواء بيدخل وما بيعرفش يخرج، فالالفيولاي دي بتتنفخ هواء وبيحصل فيها اوبستراكتيف انفيزيما. واحد طالع له تيومر في برونكس، التيومر ده مضيق البرونكس بس لسه مسدود، عامل بارشيال اوبستراكشن برضه يعمل اوبستراكتيف انفيزيما. طفل مولود بكونجينيتال ستينوزيس في البرونكس، واحد مولود ببرونكس ضيقه، فالبرونكايت ضيقه بتدخل الهواء وما بتعرفش تخرج الهواء، فبرضه يحصل اوبستراكتيف انفيزيما. كل الحاجات دي حاجات لوكالايز. انما حاجه جنرالايزد في اللنج كلها اللي كنا بنسميها فيزيكولار انفيزيما، ده المثال اللي قلنا عليه مين في البرونكيال ازمه، لان قلنا في البرونكيال ازمه كذا حته من اللنج بيبقى فيها انفيزيما وحته تانية بتبقى كولابس. هنا الموضوع مش على مستوى برونكس واحده، هنا الموضوع على مستوى مالتيبل برونكاي ومالتيبل بارتس اوف ذا لانج. ايه بقى امثله للجنرالايزد او الفيزيكولار اوبستراكتيف انفيزيما؟ اول مثال اللي خدناه البرونكيال ازمه، وقلت لكم دلوقتي في البرونكيال ازمه الميوكاس بلاكس بتعمل بارشيال اوبستراكشن، لو عملت بارشيال اوبستراكشن بتعمل فيزيكولار انفيزيما، مش في حته واحده بس في اللنج، في كذا حته، يعني جنرالايزد. ايه كمان؟ واحد عنده سيفير كاف زي الووبنج كاف، عارفين الووبنج كاف؟ السعال الديكي. في الووبنج كاف بيبقى فيه اتاك اوف فيري سيفير كاف لدرجه ان البرونكاي بيحصل فيها سبازم وبتضيق قوي، فساعات بنلاقي الهواء بيدخل مش عارف يخرج، فبالتالي في وقت الاتاك بتاعه الووبنج كاف ممكن اشوف في اللنج بتاعته اوبستراكتيف انفيزيما. ايه كمان؟ استرانجيوليشن
واحد بيتخنق. لو جيت على واحد خد نفس وبعد ما خد النفس رحت جاي لافف حبل على رقبته وخنقه، فالهواء اللي دخل ده مش هيعرف يخرجه، فبلاقي اللنج من جوه منفخ هواء، منظر بسميه برضه اوبستراكتد انفيزيف. الواحد اللي بيغرق دراونينج نفس الكلام، واحد خد نفس بس دي سيناريوهات يعني فكسانه شويه، واحد خد نفس وبعدين غرق فالميه دخلت ورا الهواء سدت الدنيا جوه، فالهواء اللي دخل ده ما خرجش، فالالفيولاي بتاعته منفخه برضه اوبستراكتد انفيزيف. سيناريوهات خياليه. السيناريو اللي يهمني واللي خدناه بالتفصيل مثال البرونكيال ازمة، دي فيزيكولار او جنرالايز اوبستراكتد انفيزيف، ممكن تبقى لوكالايز في برونكس واحده بسبب فورين بودي او بسبب تيوب. طب النوع الثاني كومبنساتوري انفيزيما. كلمه كومبنساتوري يعني ايه؟ تعويضيه. ايه اللي بيحصل؟ احنا خدنا في الترم الاولاني في الادابتيشن في الهايبرتروفي خدنا حاجه اسمها كومبنساتوري هايبرتروفي. يعني ايه كومبنساتوري هايبرتروفي؟ يعني الاورجان لما جزء منه يبوظ الجزء اللي لسه سليم بيكبر عشان يعوض وظيفته. نفس الكلام بيحصل في اللنج. اللنج لو جزء منها باظ الالفيولاي اللي لسه سليمه بتكبر عشان تستوعب كميه هواء اكبر عشان تعوض وظيفه الجزء اللي باظ، فبتعمل لي منظر شبه الانفيزيما بنسميها كومبنساتوري انفيزيما. المصطلح الثاني اللي بنستخدمه في الكونديشنز دي مصطلح الهايبر انفليشن، لانه احلى هنا من الانفيزيما. عشان ما نلخبطش بين الانفيزيما الحقيقيه والفولس انفيزيما، هنا بنحب نقول كلمه هايبر انفليشن، انما في الطرو انفيزيما السنتري والبان اسيلر بنستخدم لقب الانفيزيما اكتر، انما هنا بنستخدم لقب الهايبر انفليشن اكتر. الكومبنساتوري انفيزيما او الكومبنساتوري هايبر انفليشن بالعربي حته من اللنج باظت فبقيت الالفيولاي بتكبر وبتتملى هواء عشان تعوض وظيفتها. طب بتبوظ بسبب ايه؟ واحد عنده برونكونومونيا، هناخد البرونكونومونيا المره الجايه، بيحصل ديستراكشن في اللنج تيشو فبقيه اللنج السليمه بيحصل فيها كومبنساتوري انفيزيما. واحد عنده تيومر ضارب اجزاء في اللنج مبوظ حتت من اللنج، فالحتت السليمه نفس الكلام. واحد عنده سكار فايبروزس في اللنج، بنلاقي حوالين السكار الالفيولاي اللي حوالين الفايبروزس بتكبر، كومبنساتوري انفيزيما. اي فايبروزس في اللنج واي سكار في اللنج الالفيولاي اللي حواليها بتكبر وبيبقى فيها كومبنساتوري انفيزيما. واحد شايل حته من اللنج، واحد عامل لوبكتومي او نيومونكتومي، الفرق بين الكلمتين؟ كلمه لوبكتومي يعني شايل لوب من اللنج، انما نيومونكتومي يعني شايل لنج كامله وعايش بلنج واحد. يبقى اي حاجه تبوظ حته من اللنج او لو انا شلت حته من اللنج بقيه الاجزاء اللي لسه موجوده بيحصل فيها كومبنساتوري انفيزيما. عندي مثالين، جايب اول مثال بارا سايكاتريشيال انفيزيما. كلمه بارا يعني جنب، وسايكاتريشيال يعني فايبروز سكار. لسه قايل لكم دلوقتي المثال ده، لما بيبقى في سكار في اللنج الالفيولاي اللي حواليها بيحصل فيها ايه؟ كومبنساتوري انفيزيما، بتبقى محاوطه السكار بنسميها بارا سايكاتريشيال انفيزيما. طب في مثال تاني اسمه يونيلاترال انفيزيما. يعني ايه بقى يونيلاترال انفيزيما؟ من اسمها انفيزيما في لنج واحده بس. ايه المثال الوحيد لليونيلاترال انفيزيما؟ في حالات النيومينكتومي، لو انا شلت لنج اللنج الثانيه بيحصل فيها كومبنساتوري انفيزيما بنسميها يونيلاترال انفيزيما. يعني ايه؟ نعم مش سامع. يعني ايه بارا سايكاتريشن حوالين الفايبروز؟ اصحى معايا، مش عايز حد يسمع، مش عايز اقول الكلام 100 مره. اول واحده بارا سايكاتريشن جنب سكار، لو في سكار في اللنج الحته دي بايظه، الالفيولاي اللي حواليها اللي لسه سليمه بيحصل فيها ايه؟ انفيزيما، بتكبر عشان تستوعب هواء اكتر، فبلاقي اي سكار في اللنج متحوطه بالفيولاي كبيره مليان هواء بنسميها بارا سايكاتريشن انفيزيما. بارا يعني جنب، سايكاتريشن يعني فايبروز. النوع الثالث اسمه سينايل او اتروفيك انفيزيما. سينايل او اتروفيك انفيزيما، ايه قصه بقى السينايل اتروفيك انفيزيما؟ واحد حصل له اتروفي في الانترستيشيال تيشو سته، احنا قلنا الالفيولاي سيبريتد عن بعضها بفايبرس تيشو سته، لو السته دي حصل فيها اتروفي الالفيولاي هتوسع
ليه هتوسع؟ لان بيظهر حواليها مساحه فاضيه، اللي كان خانقها واللي كان زانقها حصل له اتروفي، فبيبقى حواليها فراغ فاضي، فبيحصل فيها باسيف دايلاتيشن عشان تملى الفراغ ده. طب ايه اللي يعمل اتروفي في السته دي؟ اي واحد عنده جنرالايزد اتروفي. خدنا الترم الاولاني الاتروفي في منه جنرالايزد ولوكالايزد، وكل واحد فيهم بنقسمه فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. لو واحد عنده جنرالايزد اتروفي في الجسم كله، من ضمن الحاجات اللي هيحصل لها اتروفي هي مين؟ السبته. فلما السبته تبقى اتروفيك، الالفيولاي اللي جنبها هنا هتوسع واللي جنبها هنا هتوسع. لسه قايل لكم دلوقتي ان الجنرالايزد اتروفي في منه فيسيولوجيكال وفي منه باثولوجيكال. المثال الوحيد للفيسيولوجيكال جنرالايزد اتروفي هو مين؟ السنايل اتروفي في الناس العواجيز. قلنا في الناس العواجيز كفيسيولوجيكال بروسيس بيحصل فيهم اتروفي في معظم التيشوز اللي في الجسم، من ضمنها السبته بتاعه الالفيولا. طيب باثولوجيكال زي ايه؟ واحد عنده توكسيميا عنيفه توكسيك اتروفي، او واحد عايش في مجاعه ستارفيشن اتروفي، كل دول برضو بيحصل لهم جنرالايزد اتروفي، وبالتالي ممكن اشوف فيهم اتروفيك انفيزيم. في سيناريو كمان، ايه هو؟ في الناس العواجيز تفتكروا العضلات والريبس والمسلز الليجامنت بتقوى ولا بتضعف؟ بتبقى اقوى ولا بتبقى اضعف؟ طبيعي ان اي حد عجوز المسلز والليجامنت والعظم بتاعه بيبقى ضعيف. فبالتالي باجي على الشيست وول بتاع اي حد عجوز بلاقي الريبس بتاعته بقت ضعيفه، والانتركوستال مسلز بقت ضعيفه، وكمان الليجامنت بقت ضعيفه. كل ده بيخلي الشيست وول متماسك ولا رخو ومتراخي؟ رخو. بيبقى فيه لاكسيتي في الشيست وول، ما بيبقاش متماسك زي زمان، لا بقى سايب. فلما الشيست وول يبقى ضعيف سهل قوي انه يتمدد، ولو الشيست كافيتي تمدد اللنج هي كمان بتتمدد عشان تملى الفراغ ده، فبلاقي الالفيولاي كبرت واتملت هواء اكتر، منظر بتسميه سينايل انفيزيما. بقول عليها سينايل لانها بتيجي في الناس العواجيز. يبقى الشيست وول عند اي حد فينا متماسك والمساحه بتاعته من جوه محدوده، انما لما بتبقى عجوز كل مكونات الشيست وول بتضعف، فالشيست وول بيبقى مترهل او رخ، بيضعف فبيتمدد، ما عادش متماسك بقى بيتمدد. فاللنج هي كمان بتتمدد عشان تكسب المساحه الجديده دي، فبيحصل فيها سينايل انفيزيما. يبقى السينايل او الاتروفيك انفيزيما بشوفها غالبا في الناس العواجيز بسبب وجود سينايل اتروفي وبسبب السكيليتال تشينجز اللي بتحصل في الشيست وول. اخر واحد عندنا بقى انترستيشيال انفيزيما، ولسه قايل لكم حالا معنى كلمه انترستيشيال انفيزيما ايه. معناها ان الهواء خرج من الالفيولاي ودخل على مين؟ دخل على الانترستيشيال تيشو بتاع اللنج. يبقى وجود هواء في الانترستيشيال تيشو بتاع اللنج بسميه انترستيشيال انفيزيما. طب سؤال، اللي هو الهواء المفروض طبيعي نورمالي موجود في مين؟ موجود جوه الالفيولاي. اللي يخلي الهواء يخرج من الالفيولاي ويخش على الانترستيشيال تيشو؟ في كذا سيناريو. اول سيناريو، واحد عايش بانفيزيما ترو انفيزيما. في الترو انفيزيما الالفيولاي الول بتاعها قوي ولا ضعيف؟ ضعيف وبايظ. لو الشخص ده ضغط الهواء عالي فجاه جوه الالفيولاي، الالفيولاي دي بتفرقع، ولو فرقعت الهواء بيخرج على الانترستيشيال تيشو ويعمل انترستيشيال انفيزيما. يبقى اول سيناريو، واحد عايش بانفيزيما حقيقيه والالفيولاي ضعيفه ومليانه هواء، اي حاجه هتعلي الضغط فجاه جوه الالفيولاي تخلي الالفيولاي الول بتاعها الضعيف ده يفرقع والهواء يخرج على الانترستيشيال تيشو. طب ايه الحاجات اللي تزود الضغط جوه الالفيولاي؟ الكافنج، الكحه بتزود الضغط، الاستريننج، واحد بيحزق عنده امساك بيزود الضغط جوه الابدومين وكمان جوه الثوركس، الانترا ابدومينال والانترا ثوراسيك بريشر، او واحد بيشيل حاجه تقيله من على الارض ليفتنج هيفي اوبجكت، كل الحاجات دي بتزود الضغط جوه الثوراسيك كافيتي. فلو ضغط الهواء كله جوه الالفيولاي عالي فجاه، الالفيولاي دي بتتخرم بترابشر وبيخرج منها الهواء يعمل انترستيشيال انفيزيما. طب هل الانترستيشيال انفيزيما بتحصل في عيانين الترو انفيزيما بس؟ يعني ممكن تحصل في واحد طبيعي؟ اه ممكن. واحد نورمال يحصل فيه نفس الكلام،
واحد طبيعي والالفيولاي بتاعته سليمة، ممكن برضو الالفيولاي دي تتخرم ويحصل انترستيشال انفيزيما. ازاي؟ دكتور غبي بيركب قسطرة او بيعمل منظار، فدخل القسطرة او المنظار بعنف لحد ما وصل للالفيولاي خرم. سيناريو تاني، واحد عنده فراكشر ريب، عنده ضلع مكسور، الضلع المكسور فيه شارب ايدج دخلت على اللنج، عورت اللنج، عورت الفيولاي وخرجت الهواء من الالفيولاي. واحد حصل له بنتريتنج شيست ووند، اتضرب بمطوه، المطوه دخلت اخترقت اللنج، عورت الالفيولاي وعملت له انترستيشال انفيزيما. يبقى الانترستيشال انفيزيما يا اما الفيولاي بايظه في واحد عنده انفيزيما حقيقيه وفرقعت، يا اما الفيولاي سليمه اتعورت، يا اما الاسترومنتيشن منظار، يا اما مثلا ريب فراكشر، يا اما بنتريتنج شيست ووند. طب الهواء اللي خرج ده يا دكاتره موقفه ايه؟ على حسب، على حسب كميه الهواء، يا ترى كميته قليله ولا كميته كبيره. الهواء لو كميته قليله ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الجسم هيعمل كلوتنج هنا ويسد الديفكت ده، هيعمل كلوتنج ويسد الديفكت. الهواء اللي خرج كميته قليله الجسم بيعمل له ابسوربشن وبيتخلص منه تمام بالتدريج. يبقى لو كميه الهواء اللي خرجت قليله والخرم اللي في الالفيولاي صغير، ساعتها هيحصل كلوتنج وهيتسد والهواء اللي خرج ده هيختفي بمرور الوقت. اما لو كانت كميه الهواء كبيره، دي بقى هتعمل لي مشاكل. ايه بقى المشاكل اللي هتعملها لي؟ اولا كميه الهواء الكبيره دي لها ضغط عالي، الضغط العالي ده ممكن يعمل كومبريشن لمين؟ للبلاد فيسلز. ده اول سيناريو ممكن يحصل كومبريشن للبلاد فيسلز. السيناريو الثاني ممكن الهواء يدخل في البلاد فيسلز يمشي مع الدم يعمل لي اير امبوليزم. لو هواء دخل في الدم هيعمل لي منظر بسميه اير امبوليزم. ممكن يا دكاتره برضو الالفيولاي ترابشر في البلوره والهواء يوصل للبلوره، لو هواء وصل للبلوره بتعمل لي منظر اسمه نيومو سورس. يبقى يا دكاتره لو الهواء كميته كبيره يا اما هيضغط على البلاد فيسلز يعمل لها كومبريشن، يا اما الهواء يخش يمشي مع الدم يعمل اير امبوليزم، يا اما الهواء يوصل للبلوره. هواء في البلوره مصطلح بنسميه ايه؟ نيومو سورس. دي السبيشال تايبس اوف انفيزيما. كده احنا خلصنا موضوع السي او بي دي. ذاكروا السي او بي دي كويس، وخصوصا الترول انفيزيما. السبيشال تايبس دي ممكن اخدها بس قرايه. طيب الموضوع اللي بعد كده اسمه لانج ابسس. الموضوع اللي عندنا بعد كده اسمه لانج ابسس. يعني ايه يا دكاتره كلمه لانج ابسس؟ كلمه ابسس يعني ايه؟ لوكالايزد سابيوراتيف انفلاميشن في اللانج. عندي يا دكاتره سؤال انيوميريت مهم، عندي خمس اسباب او خمس امثله لللانج ابسس. اول مثال واشهر مثال انهاليشن او اسبيريشن لانج ابسس. المثال الثاني بايميك لانج ابسس. المثال الثالث بوست نيومونيك لانج ابسس. المثال الرابع سكندري انفكتد لانج ليجن. واخر حاجه اذر جروب او ميسيلينس جروب. يبقى عندي كام سبب او كام مثال؟ خمس امثله من اللانج ابسس. اول مثالين دول اللي يهموني وهتكلم عنهم بالتفصيل، الانهاليشن او الاسبيريشن لانج ابسس، والنوع الثاني اسمه بايميك لانج ابسس. في بقى ثلاث انواع ثانيه هناخدهم اسامي، البوست نيومونيك لانج ابسس والسكندري انفكتد لانج ليجنز والميسيلينس جروب. هناخد في صوره مقارنه اول نوعين، انهاليشن لانج ابسس وبايميك لانج ابسس. نبدا بالانهاليشن او الاسبيريشن لانج ابسس، ده اشهر مثال على اللانج ابسس. يعني ايه يا دكاتره كلمه انهاليشن او اسبيريشن؟ واضح هنا ان الانفكشن الاستاد دخلت اللانج ازاي؟ دخلت اللانج من فوق. واحد عمل انهاليشن للاستاد، او واحد عمل اسبيريشن للسكريشنز مليانه استاد. عارفين بشوفها اكتر مع مين؟ عارفين التونسيلايتس؟ الناس اللي بيبقى عندهم سابيوراتيف تونسيلايتس بايوجينيك
انفكشن او سابيوريتيف انفلاميشن في الابر ريسبيراتوري تراك. ممكن البص ده والسكريشنز دي تنزل في مين؟ في التراكيه وتنزل على البرونكاي اللي استفت تستقر في اللنج وتعمل لنج ابسس. هو ده معنى الانهيليشن او الاسبيريشن لنج ابسس. غالبا بيبقى سنجل ابسس وغالبا موجود في الرايت لنج. مين ممكن يقول لي ليه بتبقى موجوده في الرايت لنج بالذات؟ ايوه عشان الرايت برونكس على دايركت كونتينيويشن مع التراكيه، انما الليفت برونكس خارجه بتبقى ضيقه وخارجه بزاويه حاده، فلو في سكريشنز او بكتيريا نازله من فوق على طول بتحب تتزحلق على مين؟ على الرايت لنج. ممكن تبقى موجوده في الابر لوب، ممكن تبقى موجوده في اللور لوب. لو الانفكشن جاي مع الهواء هتطلع على الابر لوب، لو الانفكشن جاي مع السكريشنز هتستقر تحت في مين؟ في اللور لوب. فممكن اشوفه في الابر لوب، ممكن اشوفه في اللور لوب. بيقول لك ان الابسس ده بيبقى ريليتد لبرونكس، يعني فاتح في برونكس. ليه دايما بيبقى ريليتد لبرونكس؟ لان الانفكشن اصلا داخل اللنج عن طريق مين؟ البرونكات. فهلاقي الابسس ده طالع جنب مين؟ طالع جنب برونكس، ريليتد تو برونكس. ممكن يبقى الابسس صغير، ممكن يبقى الابسس كبير، ممكن يبقى صغير شويه، ممكن يبقى كبير، ملوش حجم ثابت، فاريبل ان سايز. اهم ايتم في المقارنه دي البلوره. يا ترى البلوره موقفها ايه؟ والله البلوره بيحصل فيها سيرو فيبرينس انفلاميشن، بيحصل فيها اريتيشن وكمان انفلاميشن. في الاول بيبقى سيرو فيبرينس نون سابيرا، بس لو البص وصل للبلوره هيقلب السيرو فيبرينس الى سابيوراتيف ايه؟ سابيوراتيف جروث. يبقى في الاول البلورز بيبقى سيرو فيبرينس بسبب وجود اريتيشن هنا. بعد كده لو البص وصل للبلوره او الابس سرقع في البلوره، بص في البلوره سابيوراتيف بلورز و امبوي. يبقى الايتيمز اللي تهمني في الانهيليشن لونج ابسس، ده اشهر واحد بيجي بسبب اسبيريشن لاي حاجه انفكتد. غالبا ابسس واحد في الرايت لونج بيبقى فوق او تحت وريليتد لبرونكس. البلوره افكتد ولا مش افكتد؟ افكتد، بيحصل فيها بلوز. طب البايميك بقى لونج ابسس، كلمه بايميك جايه بسبب ايه؟ بالمونري بايميا. فاكرين يعني ايه كلمه بايميا؟ سيبتك امبولاي ماشيه في الدم، امبولاي شايله جواها بكتيريا وشايله جواها بص، بتمشي في الدم شاور اوف امبولاي، تفضل سرحه في الدم لحد ما تستقر في مين؟ في كابيلاري. اول ما بتستقر في الكابيلاري بتقعد في المكان ده وتعمل ايه؟ تعمل ابسس، بنسميه بايميك ابسس. مين اشهر اورجان في الجسم بتجيله البايميا؟ اللنج، لان اللنج بتستقبل الدم بتاع الجسم كله ما عدا الجي اي تي. الجي اي تي كانت بتبعت على مين؟ على الليفر. يبقى اشهر اورجان في الجسم بيجي فيه بايميا وبشوف فيه بايميك ابسس هو مين؟ هو اللنج. يبقى البايميك لانج ابسس بسبب بالمونري بايميا، سيبتك امبولاي وصلت للانج. فاكرين مواصفات البايميك ابسس من الترم الاولاني؟ كنا بنقول دايما بتبقى مالتيبل لان بيبقى فيه مئات الامبولاي، شاور اوف سيبتك امبولاي. مالتيبل ابسس بتبقى سنترال اكتر ولا بريفرال اكتر؟ بريفرال. طب حد فاكر كانت بريفرال ليه؟ عشان ريليتد للسمول بلاد فيسل. يعني الابسسس دي هلاقيها فتحه في برونكس ولا فتحه في بلاد فيسل؟ جايه جنب ايه؟ بلاد فيسل. لان الانفكشن وصل للنج مش عن طريق الهواء، واصل عن طريق مين؟ عن طريق الدم. دايما بتبقى مالتيبل، بس كانت الحاجه اللي بتميزها ان كلها يونيفورم. يعني ايه كلها يونيفورم؟ كلها نفس الشكل ونفس الحجم. يبقى البايميك ابسسس مالتيبل، كلها يونيفورم، نفس الشكل ونفس الحجم، منتشره في اللنج كلها، بتبقى بريفرال اكتر وبتبقى ريليتد لبلاد فيسل. فاكرين البروجنوسيس بتاع البايميا؟ البايميا كانت حلوه ولا وحشه؟ وحشه، رابد نفيتا. الشخص ده بيموت في وقت قليل جدا، عشان كده غالبا ما بلاقيش عنده بلوريز، ما بتلحقش تحصل. يعني البلوره في الشخص اللي ميت من بايميا بتبقى نوت افكتد، لانها ما بتلحقش اصلا تبقى افكتد، لان المرض ده رابد لي فيتال، بيموت بسرعه. يبقى دول اهم نوعين عندي، الانهاليشن لانج ابسس والبايميك لانج ابسس. في بقى ثلاث انواع كمان، ايه هما؟ اول نوع اسمه بوست نيومونيك لانج ابسس. واضح من اسمه بوست نيومونيك، يعني جاي بعد ايه؟ بعد نيومونيا.
الحصة الجاية في موضوعين هناخدهم، موضوع اسمه لوبر نمونيا وموضوع اسمه برونكو نمونيا. دول هناخدهم الحصة الجاية، وفي الكومبليكيشنز بتاعت كل واحد فيهم هنقول ان ممكن يبقى كومبليكيتد بي لونج ابسس. لو لونج ابسس جاي بعد لوبر نمونيا او برونكو نمونيا بنسميه بوست نيومونيك لونج ابسس، وده كلام هنقوله الحصة الجاية ان شاء الله. ايه كمان النوع اللي بعد كده؟ السكندري انفكتد لونج ليجن. معنى الكلام ده ايه؟ واحد عنده اي ليجن في اللنج وجات الاستاه اللي بتحب تصطاد في الميه العكره عملت سكندري بكتيريال انفكشن في الليجن ده، فعملت لي ابسس جوه الليجن ده، سكندري انفكتد لنج ليجن. زي ايه؟ واحد عنده تيومر برونكوجينيك كارسينوم، الاستاه جت عملت سكندري بكتيريال انفكشن جوه التيومر وعملت لي ابسس، بنسميه سكندري انفكتد لنج ليجن. ايه كمان؟ واحد عنده هايديكل سيست في اللنج حصل لها برضو بكتيريال انفكشن بستاف وحصل فيها ابسس. واحد عنده اميبك لنج ابسس، هي الاميبا يا دكاتره بتعمل ابسس، بس ابسس فيه بص ولا مليان ايه؟ مليان ماده بني اللي هي الانشوفيسوف، هي بتعمل كافيتي مليان فلويد، فاحنا بنسميه ابسس تعبير مجازي، انما هو مش ابسس حقيقي، مش بايوجينيك ابسس، ما فيهوش بص. ممكن بقى الاميبك ابسس ده يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن بستاف وساعتها هيتملى بص، ده بقى هيبقى ابسس حقيقي بايوجينيك ابسس او ترو ابسس. يبقى اميبك ابسس ده تعبير مجازي مفيش بص، انما لو حصل انفكشن بستاف على الاميبا سكندري بكتيريال انفكشن الكافيتي ده هيتملى بص وبالتالي هيقلب ببايوجينيك ابسس. اخر مثال خالص بقى مثل نذكروه، اثر جروب. اصغر جروب زي ايه؟ واحد حصل له بنتريتنج لانج او شيست انجري، واحد اتضرب بمطوه مش نظيفه، المطوه اللي مش نظيفه دي دخلت له انفكشن جوه اللانج، دخلت له ستاف عملت له لانج ابسس. واحد حصل له سبريد عنده سيبتك فوكس حوالين اللانج، عنده ستاف عامله انفكشن في اي حته حوالين اللانج، بعد كده عملت سبريد وراحت اللنج وعملت له فيها لنج ابسس. زي مين؟ واحد عنده سابيوراتيف بريكاردايتس في البريكارديا راحت اللنج عملت لنج ابسس. واحد عنده سابيوراتيف ميدياستاينايتس في الميدياستاين برضه راحت اللنج وعملت لنج ابسس. واحد عنده ريب اوستيومايلايتس سابيوراتيف انفلاميشن في الريب دخل على اللنج وعمل لنج ابسس. واحد عنده سب دايافراجماتيك ابسس او ابدومينال انفكشن. فاكرين كنا قلنا قبل كده زمان في الكانسر بريست ان الليمفاتكس بتاعت الثوراسيك كافيتي كوميونيكيتنج مع الليمفاتكس بتاعت الابدومين، وده اللي كان بيفسر النظريه اللي بتقول ليه الكانسر بريست بيبعت للليفر من خلال الليمفاتكس دي. طب ما هو لو في انفكشن تحت الدايفرام سب دايفراجماتيك ابسس او في اي حته في الابدومين ممكن البكتيريا تستغل الليمفاتكس دي وتطلع على مين؟ على اللنج وتعمل لنج ابسس. يبقى ممكن الابدومينال انفكشنز تبعت على اللنج من خلال الانتر كوميونيكيتنج ليمفاتكس. يبقى ده دكاتره عرض لكل اشكال اللنج ابسس، اول نوعين هما اللي يهموني الانهاليشن لنج ابسس والبايميك لنج ابسس. في بقى حته مهمه في الاخر وبسال عنها كتير في الامتحان، الكومبليكيشنز بتاعت اللنج ابسس ممكن تيجي انيوميريت ممكن تيجي شورت اكاونت. الكومبليكيشنز بتاعت اللنج ابسس، اول حاجه الابسس ده هيعمل ايه في اللنج؟ مبدئيا ممكن يدمر بلاد فيسلز فالشخص ده يكح دم هيموبسس. ممكن يا دكاتره يحصل نيكروزس في لنج تيشو بعد كده يحصل له انفكشن بصبر وفيتك بكتيريا تعمل لي لنج ايه؟ جنجرين. فاكرين يعني ايه كلمه جنجرين؟ نيكروزس فولود باي بيوتريفاكشن. الابسس والانفكشن عمل نيكروزس في اللنج تيشو، لو حصل انفكشن بعدها بصبر وفيتك بكتيريا، بكتيريا التعفن هتعمل جنجرين. طيب ممكن الابسس يقلب كرونيك، واحنا عارفين ان اي كرونيك انفلاميشن في الدنيا دايما بيبقى معاه ايه؟ فايبروزس. طب لما يحصل فايبروزس في اللنج مش هيسد البلاد فيسلز الصغيره، هيعمل بالمونري هايبرتنشن وكور بالمونري.
امتى بيحصل بالمونر هايبرتنشن وكور بالمونال؟ فقط في حالات الكرونيك ابسس لما يحصل حواليه فايبروس. طيب ممكن الابسس يا دكاتره يعمل سبريد، يعمل سبريد يروح فين؟ اول احتمال ممكن يفرقع في البلوره. ممكن يفرقع في مين؟ في البلوره. تخيلوا الابسس لو فرقع في البلوره، احنا قلنا من شويه الانهاليشن لانج ابسس فاتح في مين؟ فاتح في برونكس، وراح جاي مفرقع في البلوره، فبقى كده عندي كونكشن بين البرونكس ومن مين؟ البلوره. منظر بنسميه برونكو بلورال فيستو. يبقى يا دكاتره الابسس اصلا ريليتد لبرونكس اللي هو الانهاليشن لانج ابسس. لو فرقع في البلوره بقى الدنيا مفتوحه من ناحيتين، كونكتد مع برونكس من ناحيه وكونكتد مع البلوره من الناحيه الثانيه، بيعمل لي توصيله اسمها برونكو بلورال فيستولا. طيب الابسس ده مش كان مليان بص؟ البص ده هيخش على مين؟ هيخش على البلوره. هيعمل ايه في البلوره؟ هيعمل سابيوراتيف بلوريزي، وهلاقي البلوره مليانه بص. بص في البلوره اسمه بايو سوركس او امباين. يبقى بص في البلوره بايو سوركس او امباين. طب مش البلوره دلوقتي بقت كونكتد مع برونكس؟ طب ما ممكن الهواء يدخل ورا البص، يعني ممكن البص بس اللي يدخل، وممكن يدخل معاه هواء. لو في بقى هواء وبص في البلوره بنسميها بايو نيومو سوركس. نيومو يعني هواء وبايو يعني بص. يبقى ممكن البص بس اللي يدخل بايو سوركس او امباين، وممكن هواء وبص يدخله. الهواء ده جه منين في البلوره؟ لان في برونكو بلورال فيستولا، فالبرونكس داخل فيها هواء يخش على البلوره، تبقى البلوره فيها هواء وفيها بص بايو نيومو سوركس. الابسس ده مش كافي موصل مع مين؟ فتح في برونكس من ناحيه وراح جاي مفرقع في البلوره، ففتح في البلوره من الناحيه الثانيه، فبقى كده في كونكشن بين البلوره وبين البرونكاس. طيب بعد السبريد قلنا دايركت سبريد يروح للبلوره، السيناريو اللي بعد كده لمفاتيك سبريد يروح على السراوند. يروح على السراوند منين؟ يروح على البريكارديوم بريكاردايتس للميدياستاينا ميدياستاينايتس، يطلع على الريبس اوستيومايلايتس، ينزل تحت الدايفرام سب دايفراجماتيك ابسس او ابدومينال ابسس. يبقى خدوا بالكم الحاجات دي ممكن تبقى سبب وممكن تبقى كومبليكيشن، يعني ممكن هي اللي تبعت للنج تعمل لنج ابسس، وممكن اللنج ابسس هو اللي يبعت لها عن طريق الاسترو. طيب اخر حاجه البلاد سبريد. فاكرين في التونسلايتس كنا بنقول في البلاد سبريد في احتمالين، يا اما حظك حلو يا اما حظك وحش. لو حظك حلو ايه اللي هيحصل؟ شويه بكتيريا صغيرين هيروحوا يتجمعوا ويعملوا ايزوليتد اورجان ليجن في اورجان واحد بس. شويه بكتيريا صغيرين دخلوا الدم راحوا اتجمعوا في اورجان واحد وعملوا ايزوليتد اورجان ليجن، راحوا اتجمعوا في جوينت ارثرايتس، في المينينجيز مينينجايتس، في الابندكس ابندسايتس، وهكذا. انما انت لو حظك بقى مهبد ساعتها البكتيريا هتتفشى في الدم تعمل لي السبتسيميا وبايل. يبقى البلاد سبريد لو حظ حلو شويه بكتيريا قليلين هيعملوا لي ايزوليتد اورجان انفكشن، انما لو انا حظ هبال كميه كتيره من البكتيريا هتخش تتفشى في الدم تعمل سبتسيميا وبايل. في بقى حاجه خاصه بالكرونيك ابسس. بيقول لك اللنج ابسس لو قلب كرونيك هيعمل حاجتين، اميلويدوزيس وكلابنج اوف فينجرز. فاكرين الاميلويدوزيس؟ تفتكروا نوع الاميلويدوزيس اللي هيحصل مع الكرونيك ابسس برايمري ولا سكندري؟ سكندري. ايه ال ولا ايه 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 ايه؟ ده النوع اللي كان بيجي بسبب كرونيك انفلاميشن زي مين؟ الكرونيك لنج ابسس. الاكيوت ابسس عمره ما يعمل اميلويدوزيس، لو قلب كرونيك ممكن يسبب اميلويدوزيس. سكندري اميلويدوزيس او رياكتيف سيستميك اميلويدوزيس. تاني حاجه كلابنج اوف فينجرز. مش احنا قابلنا الكلابنج اوف فينجرز قبل كده في السي بي اس؟ وقلت لكم هتقابلنا في المنهج كتير. كلابنج اوف فينجرز لما كانت الضوافر بتدخل، وقلنا سبب الكلابنج اوف فينجرز حاجتين، كرونيك هايبوكسيا او كرونيك توكسيميا. في الكرونيك لانج ابسس الشخص ده بيبقى عنده كرونيك توكسيميا، فممكن تعمل له كلابنج اوف فينجرز. مستحيل الكلابنج اوف فينجرز تحصل مع الاكيوت ابسس، لازم يبقى كرونيك لانج ابسس هي اللي بتعمل كرونيك توكسيميا، وهي كمان اللي بتعمل كلابنج اوف فينجرز.
يبقى في حاجتين بيميزوا الكرونيك لونج ابس ما يحصلوش مع الاكيوت، رياكتيف سيستميك اميلويدوزيس و كلابنج اوف فينجرز. ده موضوع اللونج ابس. اركز على اول نوعين وجدول المقارنه بينهم. جه قبل كده مره بس من زمان، ما تكررش بقاله كتير. لو حب يسهل عليكم في الامتحان يجيب لكم جدول المقارنه ده. اصحى. المرض اللي هنتكلم عنه بعد كده برونكيكتيزيس، او النطق الاحلى له برونكيكس من غير التين، هو لو نطقته بالاسم العلمي برونكيكتيزيس، بس دكاترة الصدر بيحبوا ياكلوا حرف التي يقول لك ايه برونكيكسس. كلمة برونكو يعني برونكاي. طب عارفين كلمة اكتيزس يعني ايه؟ يعني ايه كلمة اكتيزس؟ دايلاتيشن. فاكرين في البريست مرض اسمه ماماري دكت اكتيزيا دايلاتيشن. فكلمة برونكي اكتيزس يعني برونكال دايلاتيشن. ايه اللي بيحصل؟ في المرض ده دكاترة بيحصل ديستراكشن في الوول بتاع البرونكاي، فبلاقي البرونكاي حصل فيها abnormal permanent dilatation. يبقى حصل destruction في الوول بتاع البرونكاس. البرونكاس نورمالي الوول قوي متماسك فبيبقى شكله منتظم كده. لو حصل destruction في الوول بتاع البرونكاس بيحصل abnormal dilatation في البرونكاي. الدايلاتيشن ده temporary ولا permanent؟ permanent. ليه بيبقى permanent؟ لان البرونكاس الول بتاعها باظ وبالتالي عمرها ما هترجع سليمه تاني. عارفين دي نفس فكره مرض ايه؟ الانفيزيما. بس الانفيزيما في مين؟ في الاير واي، في الاير سبيس، في الالفيولاي. انما البرونكيكسس في مين؟ في البرونكاي. ونفس فكره مين كمان في الارتري؟ الانيوريزم. فاكرين الانيوريزم في الارتري كان ضعف في الول ودايلاتيشن. الانفيزيما ضعف في الالفيولاي ودايلاتيشن. البرونكيكسس ضعف في البرونكيال وول، بتيجي في الميديم سايز برونكاي والبرونكيول الصغيره، بيحصل ديستراكشن في الوول، ضعف في الوول، فالوول بيبقى دايليتد، يحصل بيرمننت ابنورمال دايليتيشن او برونكيكسس. لو جينا بقى نتكلم عن الباثوجينيسيس، وركزوا معايا قوي في الباثوجينيسيس، لان لو خلصت الباثوجينيسيس كده احنا فهمنا يعني ايه برونكيكسس. اهم حته في الموضوع الباثوجينيسيس، عايزكم تركزوا معايا فيها قوي. دلوقتي يا دكاتره البرونكاس اتحولت من المنظر ده للمنظر ده. عشان البرونكاس تتحول من المنظر ده للمنظر ده ويحصل برونكيكسس انا عندي شرطين. اول شرط لازم يحصل ويكنينج، ضعف في البرونكيال وول. وتاني حاجه لازم يحصل دايلاتيشن للوول ده. الدايلاتيشن ده له ميكانيزمين، يا اما حاجه من جوه تزق يا اما حاجه من بره تشد. لو حققت الشرطين دول هيحصل برونكيكسس. يبقى اول حاجه عشان يحصل برونكيكسس، اولا لازم يحصل ضعف في البرونكيال وول، ثانيا لازم البرونكاس دي يحصل لها دايلاتيشن، يا اما حاجه من جوه تزق يا اما حاجه من بره تشد. انا عندي حاجتين ما لهمش ثالث يحققوا لي الشروط دي. كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن في البرونكاس، وتاني حاجه عندي برونكيال اوبستراكشن بقاله فتره طويله. في حاجتين ما لهمش تالت اللي يقدروا يحققوا لي الشروط دي. يعني البرونكيكسس بيجي بسبب الحاجتين دول، بيجي بسبب كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن وبيجي بسبب برونكيال اوبستراكشن. قبل ما نتكلم دلوقتي عايز اقول لكم معلومه، الاثنين دول بيحصلوا مع بعض. يعني ايه؟ لو الموضوع بدا بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن هو بيعمل اصلا برونكيال اوبستراكشن والاثنين مع بعض يعملوا برونكيكس، ولو الموضوع بدا من الاول ببرونكيال اوبستراكشن بيحصل بسببها كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن والاثنين مع بعض يعملوا برضه برونكيكس. وزي ما هنفهم دلوقتي يبقى ده بيحصل بسبب ده او ده، كده كده كل واحده فيهم بتؤدي الى الثانيه وتديني المحصله النهائيه اللي هي مين؟ ابنورمال بيرمننت دايلاتيشن. نبدأ بقى نتكلم واحدة واحدة عن كل نوع فيه أو عن كل سبب فيه. لو الموضوع بدأ بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن، يعني ايه كلمة كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن؟ البرونكيكسز يا دكاترة بيحصل في واحد مناعته واقعة، لازم يحصل في واحد مناعته ضعيفة. عشان كده حتى هتلاقوه مشهور في الأطفال الصغيرين لأن بتبقى مناعتهم لسه مش قوية.
ده واحد جاله اكيوت سابيوراتيف انفلاميشن في البرونكار، مناعته وحشه فما قدرتش تتخلص من البكتيريا دي، فالموضوع قلب من اكيوت سابيوراتيف الى كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. ما احنا كلنا عارفين لو المناعه بتاعتي ضعيفه اي اكيوت انفلاميشن هيقلب بعد كده مزمن كرونيك. الموضوع بدا بمناعه ضعيفه وهو جاله انفكشن ببيوجينيك بكتيريا عملت له اكيوت سابيوراتيف انفلاميشن. الاكيوت سابيوراتيف انفلاميشن قلب بعد كده في ايه؟ بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. طبعا الانفلاميشن ده على مستوى مين؟ على مستوى البرونكيال وول، فعمل لي ضعف وديستراكشن في مين؟ في البرونكيال وول. مش كده وبس، احنا عارفين ان اي كرونيك انفلاميشن في الدنيا بيهيل بايه؟ بيهيل في الفايبروزس، فبيحصل فايبروزس حوالين البرونكس. خدوا بالكم الانفكشن لما بيطول ما بيبقاش ليميتد للبرونكيال وول بس، ده كمان بيسبريد للسراوندنج لانج تيشو، فبلاقي الانفلاميشن واخده البرونكيال وول واخده السراوندنج لانج تيشو، فبيحصل هيلينج فايبروزس في البرونكيال وول وكمان في السراوندنج لانج تيشو، بيحصل بيري برونكيال فايبروزس في التيشو اللي حوالين البرونكس. طيب يبقى احنا بنمشي خطوه خطوه، الموضوع بدا بسابيوراتيف انفلاميشن كان اكيوت قلب كرونيك. الكرونيك انفلاميشن ده اولا دمر لي الوول بتاع البرونكس، ثانيا عمل فايبروزس في البرونكس نفسها وفي السراوندنج لانج. احنا عارفين ان الابيثيليوم في البرونكاي نوعه ايه؟ ريسبيراتوري ابيثيليوم سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابيثيليوم. لما بيحصل كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن السيلييتد ابيثيليال سيلز دي بتتدمر، السيلييتد ابيثيليال سيلز دي بتتدمر. طب هي وظيفه السيليا ايه؟ تطرد اي سكريشنز متجمعه جوه البرونكس. ده واحد عنده كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن، يعني اليومن مليان بص وسكريشنز. البص والسكريشنز دي مين اللي المفروض يطردها؟ السيليتد سيلز. طب لو السيليتد سيلز بايظه ساعتها البص والسكريشن هيتجمع جوه الليومن، هيفضل يتجمع جوه الليومن وهيعمل لي برونكيال اوبستراكشن. طب لما تتجمع جوه الليومن بالمنظر ده الضغط جوه الليومن هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد، مش انا الول بقى ضعيف والضغط العالي ده هيزق الول الضعيف ويعمل برونكيس. يبقى انا كده حققت الشرطين، اول شرط الكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن ضرب لي البرونكيال وول، وتاني شرط السكريشنز اتجمعت عملت اوبستراكشن زودت الضغط فعمل بوش فروم انسايد، يعني حاجه من جوه بتزق. طب ممكن في سيناريو تاني، ايه هو؟ مش البرونكاي حواليها فايبروزس واحنا عارفين ان الفايبروزس بيعمل كونتراكشن فهيشد، يبقى انا هنا في سيناريوهين، حاجه من جوه بتزق السكريشنز والضغط العالي، او حاجه من بره بتشد اللي هي بيري برونكيال فايبروز. ولاحظوا هنا ان الموضوع بدا بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن وقلب بعد كده ببرونكيال اوبستراكشن، والاثنين مع بعض عملوا لي برونكيس. دي القصه اللي فيها البدايه بايه؟ بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. طب ما تيجي نحكي القصه الثانيه، ايه هي القصه الثانيه؟ لو البدايه ببرونكيال اوبستراكشن بارشيال اوبستراكشن زي ايه؟ واحد بلع فورين بادي واهمله، واحد دخل في اللنج بتاعته فورين بادي واهمله، دخل استقر في البرونكاس عمل بارشيال اوبستراكشن وانا ما شلتوش سبته زي ما هو. احنا عارفين مع البرونكيال اوبستراكشن هيتجمع الميوكاس سكريشن، مش البرونكاي بتطلع ميوكاس؟ الميوكاس مش عارف يخرج لان السكه مسدوده، فهيتجمع الميوكاس سكريشن. كلنا عارفين ان الميوكاس سكريشن ميديا ممتازه للسكندري بكتيريال انفكشن، فبيحصل سكندري بكتيريال انفكشن بستات. بتعمل ايه؟ بتعمل اكيوت سابيوراتيف انفلاميشن. لو انا شلت الفورين بودي وشفطت السكريشنز تخلصت من الستات، انما لو الفورين بودي فضل راكن ساعتها الانفكشن هيفضل موجود وساعتها الحاله هتقلب من اكيوت سابيوراتيف الى كرونيك سابيوراتيف. طب الكرونيك سابيوراتيف بيعمل ايه؟ خلاص احنا عارفين بقى بقيه القصه، ديستراكشن في الول، السكريشنز متجمعه فالضغط هيعلى، لما الضغط يعلى هيزق الول الضعيف ويعمل برونكيكس. يبقى هنا القصه بدات ببرونكيال اوبستراكشن وعملت هي مين؟ كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. ليه؟
في فورين بادي سادد البرونكاس وانا مهمله، ما بصلحش القصه دي، ما شلتوش. فالسكريشنز عماله تتجمع، ميديا ممتازه للاستاد بدات باكيوت سابيوراتيف وقلبت كرونيك سابيوراتيف، لان السكريشنز فضلت متجمعه فتره طويله. الكرونيك سابيوراتيف احنا عارفين بقى هيعمل ايه، هيدمر البرونكاي فيبقى الوول ضعيف، ده اول شرط. السكريشنز متجمعه قبل القفله، الضغط عالي ولا قليل؟ الضغط عالي، هتزق الوول الضعيف، حاجه من جوه بتزق، هتزق الوول الضعيف فبالتالي تعمل برونكيتس. يبقى انا حكيت قصتين، يا اما كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن يعمل اوبستراكشن والاثنين يعملوا لي برونكيتس، يا اما الاوبستراكشن يعمل كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن والاثنين يعملوا لي برونكيتس. وعشان البرونكيتس يحصل لازم تحقق الشرطين، اول شرط ضعف في الوول، وتاني شرط انك تعمل دايلاتيشن، يا اما حاجه من جوه تزق يا اما حاجه من بره تشد. اتفهم الباثوجينيسيس كده؟ يعتبر انا خلصت برونكيتس. لو فهمنا الباثوجينيسيس خلاص كده البرونكيكتيسيس بالنسبه لي بقى مفهوم. فاضل لي بس الباثولوجي. لو جيت ابص يا دكاتره على البرونكاس دي تحت الميكروسكوب، لو جيت ابص على البرونكاس دي تحت الميكروسكوب، اكتر حاجه بتميز مرض البرونكيكتيسيس ان بيبقى معاه كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. لازم مريض البرونكيكتيسيس يبقى عنده ايه؟ كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. فلو جيت ابص على البرونكاس تحت الميكروسكوب، اولا الليومن من جوه هيبقى مليان ايه يا دكاتره؟ بص، مش في كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن، الليومن من جوه بيبقى مليان بص، وبيبقى مليان خلايا زرقاء اسمها بص سيلز. طب الميكوزا اخبارها ايه؟ حد يقول لي الميكوزا اخبارها ايه؟ احنا قلنا من شويه ان السابيوراتيف انفلاميشن بيعمل ايه في السيليتد سيلز؟ بيدمرها، بيبوظها، فهلاقي الميكوزا من جوه نيكروتيك والسريت. في حاجه كمان هشوفها في الميكوزا، مش في كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن؟ واي كرونيك انفلاميشن في الدنيا معاه كرونيك الريتيشن، والكرونيك الريتيشن ممكن يعمل لي مصيبه اسمها سكويمس ميتابليزيا، والسكويمس ميتابليزيا تقلب بعد كده في ايه؟ سكويمس الكارسينوم. بسبب الكرونيك اريتيشن ممكن الاقي سكويمس ميتابليزيا، ودي في حد ذاتها مصيبه. يبقى في العادي انا بشوف السريتد ونيكروتيك ميكوزا بسبب وجود سابيوراتيف انفلاميشن، ممكن بسبب الكرونيك اريتيشن تعمل لي ميتابليزيا. طب الوول، الوول نفسه بلاقي فيه كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن، تتوقعوا ايه الخلايا اللي هشوفها في الكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن؟ تتوقعوا هشوف خلايا عامله ازاي في الكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن؟ فسر الاسم كرونيك وسابيوراتيف. اي سابيوراتيف في الدنيا نيوتروفيل وبص سيلز. طب اي كرونيك في الدنيا ماكروفاج ليمفوسايتس بلازما سيلز. يبقى انا في الوول هشوف كل الخلايا، هشوف نيوتروفيل، هشوف بص سيلز ده عشان هي سابيوراتيف، وهشوف ماكروفاج وليمفوسايتس وبلازما سيلز ودي عشان كرونيك، كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. ايه كمان اللي هشوفه؟ هشوف فايبروزيس. مش احنا قلنا بيحصل فايبروزيس في البرونكاي وكمان في البري برونكيال تيشو اللي حوالين البرونكاي؟ فبلاقي يا دكاتره الكولاجين او الفايبروس تيشو موجود في الوول بتاع البرونكاس وعامل امتداد في السراوندنج تيشو، منظر زي قرص الشمس المشع، منظر البرونكاس طالع منها خطوط او ريز اشعه من الفايبروس تيشو ممتده في البري برونكيال لونج تيشو. طيب طبق الكلام ده بقى على النجدة اي، طبق الكلام ده كده على النجدة اي. بالنجدة اي، بالنجدة اي ده كده اهم ايتم في النجدة اي، علم عليها السايت. اهم ايتم اكتب جنبها مفتاح الكيس. لو جات لي في الامتحان في اخر السنه كيس برونكيكسز، مفتاح الكيس الكلمتين دول. افتكر دايما ان البرونكيكسز 2 بي بايلاترال اند بيزل، اهم كلمتين في الموضوع كله مفتاح الكيس الكلمتين دول. لو جات لي كيس في الامتحان لانج وشفت كلمه بايلاترال اند بيزل على طول دي برونكيكسز. الليشن دايما بيبقى بايلاترال، بيبقى اكتر في الابر بارت ولا اللور بارت؟ بيزل في اللور بارت. طب ليه؟ تتوقعوا ليه اكتر تحت مش فوق؟
فكروا اي حاجه هتيجي في بالكم صح. السكريشنز بتتجمع اكتر في مين؟ في اللور بارت. الانفكشن مشهور اكتر في اللنج فين؟ في اللور بارت. لو واحد بلع فورن بادي عمل برونشيال اوبستراكشن غالبا الفورن بادي بيستقر فين؟ في اللور لو. بس خد بالك الموضوع لو بادئ ببرونكيال اوبستراكشن هيحصل برونكيكسس في حته واحده. يعني لو واحد بلع فورن بادي، عارفين القصه الثانيه ان البدايه بفورن بادي، لو واحد بلع فورن بادي هيحصل برونكيكسس في حته واحده بس. انما لو الموضوع بادئ بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن الانفكشن بيخش على الاثنين لنج فبلاقيه بايلاترال اند بيزل. يبقى لو فورن بادي بيبقى يونيلاترال، انما لو بادئ بكرونيك سابيوراتيف انفلاميشن هيبقى بايلاترال. وده السيناريو الاشهر ودي اللي بشوفها اكتر. فمفتاح الكيس عندنا بايلاترال اند بيزل. لو سالت في الشفا وليه بيزل اي حاجه هتقولها صح. السكريشنز بتتجمع اكتر تحت والانفكشن بيبقى مشهور اكتر تحت. هاجي ابص على البرونكاي هلاقي البرونكاي فيها ابنورمال بايلاتيشن. ممكن الاقيها بالمنظر ده وممكن الاقيها بالمنظر ده. فاكرين الانيوريزم؟ لو قلنا لو انيوريزم طلع من حته واحده بنسميها ساكيولار انيوريزم، انما لو داير ما يدور من كل الجهات بنسميها فيوزي فورد انيوريزم. نفس الكلام في البرونكيكسس بالظبط. لو البرونكاس دايليتد من جهه واحده والجهه الثانيه لا، ساكيولار برونكيكسس. انما لو دايليتد من الجهتين فيوزي فورم برونكيكسس. طب لو جيت اخد بقى الكات سكشن في اللنج دي هلاقي الدايليتد برونكاي لما اجي اقطعها كات سكشن هلاقي مالتيبل كافيتيز في اللور بارت بتاع اللنج. البرونكاس اهي لو جيت قطعتها كات سكشن وبصيت هلاقي الدايليتد برونكاي دي عامله لي منظر ايه؟ كافيتيز كتيره في اللور بارت بتاع اللنج. الكافيتيز دي مليانه من جوه ايه؟ مليانه من جوه بص. طب الميكوزا بتاعتها اخبارها ايه؟ ألسريت. طب سراوندد بايه؟ ها سراوندد بفايبرس تيشو باند. قلنا بتعمل لي منظر قرص الشمس المشاع السراوندنج لانج ديشو. تحت الميكروسكوب يا دكاتره الفايبروزس لونه ايه؟ احمر. انما بالنكد اي الفايبروزس بيبقى لونه ايه؟ جريش وايت. تحت الميكروسكوب احمر انما هنا بالنكد اي جريش وايت. فبلاقي جريش وايت باندز خطوط جريش وايت منتشره في السراوندنج لانج تيشو. ده الفايبروزس اللي بيخش على السراوندنج لانج تيشو البيري برونكيال فايبروزس. احنا قلنا يا دكاتره ليه بيحصل بيري برونكيال فايبروزس؟ لان الانفكشن بيبدا في البرونكاي وبياخد السراوندنج تيشو، فالفايبروزس بيحصل في البرونكاي وكمان في السراوندنج تيشو فبيعمل لي منظر الجريش وايت باندز. نراجع بقى معلومه لسه قايلينها من خمس دقائق. ايه هي؟ مش ده فايبروزس في السراوندنج لانج تيشو صح؟ طب جنب الفايبروزس ده الالفيولاي موقفها ايه؟ ها كومبنساتوري ايه؟ كومبنساتوري انفيزيما اللي كنا بنسميها بارا سايكاتريشيال انفيزيما. حوالين مين؟ حوالين الفايبروزس. الاماكن اللي فايبروزس في اللانج بتبقى كولابس. الحتت اللي فيها فايبروزس في اللانج بتبوظ فبتبقى كولابس. الحتت اللي جنب بقى الكولابس بلاقي فيها كومبنساتوري هايبر انفليشن او كومبنساتوري انفيزيم. اهي اللي كنت بتسال عنها اهي. طيب وضحت اهي للتاني مره بتقابلنا اهو. افتكرتها انت صح حبيبي. يبقى يا دكاتره الاماكن اللي فايبروزد حوالين البرونكاي كولابس، الاماكن اللي جنبها النورمال بتتمدد عشان تعوض وظيفه الجزء اللي باظ بيحصل فيها كومبنساتوري هايبر انفليشن او كومبنساتوري انفيزيم. طب احنا ما جبناش سيره البلوره موقفها ايه؟ افكتد ولا مش افكتد؟ افكتد. في الاول الموضوع بيبدا بسيرو فيبرلس بلوريزم عشان في اريتيشن، ولو السابيوراتيف انفلاميشن وصل للبلوره هتقلب بسابيوراتيف بلوريزي وهتعمل لي امبايما. يعني ايه امبايما؟ بص في مين؟ في البلوره. نفس الكلام اللي قلناه في اللانج ابسس بيبقى في اريتيشن بيعمل سيرو فيبرلس بلوريزي، ولو البص وصل هنا هيقلب بسابيوراتيف بلوريزي وامباي. الكلام ده انا بزوده في النكد اي والميكروسكوب. يعني في النكد اي هقول كولابس وكمبنساتوري انفيزيما، تحت الميكروسكوب كولابس وكمبنساتوري انفيزيما. بالنكد اي بشوف بلوريزي وبتنتهي ببلورال فايبروزس. برضو تحت الميكروسكوب بقول ان في بلوريزي وبلورال فايبروزس. ممكن كمان الاقي الدريننج لينف نود كبرت. يعني ممكن الانفكشن يعمل سبريد للدريننج لينف نود من الدريننج لينف نود بتاعه اللنج.
الهايلر لينف نود، فبلاقي الهايلر لينف نود هي كمان كبيره بسبب السبريد بتاع الانفكشن. يبقى في البرونكيتس التعريف في اي بي الباثوجينيسيس مهم جدا جدا جدا. لو فهمت الباثوجينيسيس هقدر الف النكت اي وتحت الميكروسكوب. في النكت اي الايتم او مفتاح الكيس، الكلمه اللي تهمني بايلاترال اند بيس. اخر حاجه الكومبليكيشن. احنا لسه واخدين من شويه موضوع اللانج ابسس. اللانج ابسس كان سابيوراتيف انفلاميشن في اللانج، وفي البرونكيتس في برضه سابيوراتيف انفلاميشن في اللانج، وبالتالي الكومبليكيشنز بتاعت اللانج ابسس هيها الكومبليكيشنز بتاعت البرونكيتس بالظبط. طب واحد يقول لي هكتب الحته بتاعت الاميليدوسس والكلابنج ولا مش هكتبها؟ اكتبها ولا ما اكتبهاش؟ ما اكتبهاش ليه؟ اكتبها ولا ما اكتبهاش؟ ده اكيد ولا كرونيك؟ ده كرونيك سابيوراتيف انفلاميشن. يعني يعمل اميليدوسس ولا ما يعملش؟ يعمل كلابنج ولا ما يعملش؟ يعمل. يبقى هكتب الكومبليكيشنز بتاعه اللانج ابسس كامله بما فيها الاميليدوسس والكلابنج والفينج. في بقى كومبليكيشن واحده بتحصل هنا ما بتحصلش هناك. ايه هي؟ فاكرين تحت الميكروسكوب قلنا في كرونيك اريتيشن عمل سكويموس ميتابليزيا. السكويموس ميتابليزيا ممكن تقلب لي بعد كده ايه؟ سكويموس سيل كارسينوما. ممكن تقلب سكويموس سيل كارسينوما. كده موضوع البرونكيكسس خلص. موضوع مهم لانه ممكن السنه دي يجيبه في الامتحان، بقالهم فتره ما بيجيبوهوش. الجزء اللي باقي تحت في الصفحه ده بدايه موضوع احنا اصلا هناخده المره الجايه، بس هو في الاول عارض الامثله، والحصه الجايه في مثالين مشهورين بالتفصيل دول اللي هنتكلم عنه. يعني الجزء اللي جاي بعد كده في الشابتر الحته الموضوع ده اسمه نيومونايتس انفلاميشن في اللنج. هتلاقي مقسم النيومونايتس لانواع كتيره. في نوع منها بكتيريا. البكتيريا ده موضوعين، دول اللي هناخدهم المره الجايه بالتفصيل، اللوبر نيومونيا والبرونكو نيومونيا. انما في انواع تانية مش مهمه نعرفها عناوين. نوع اسمه اتيبيكال او انترستيشال نيومونيا. يعني ايه اتيبيكال او انترستيشال نيومونيا؟ يعني انفلاميشن حصل في الانترستيشال تيشو من غير ما يحصل في الالفيولار. كلمه نيومونيا اصلا انفلاميشن في الالفيولار، انما الاتيبيكال او الانترستيشال نيومونيا معناها الانفلاميشن في الانترستيشال تيشو انما الالفيولاي سليم. عندي يا دكاتره حاجتين عشان الام سي كيو، عندي حاجتين يعملوا لي اتيبيكال او انترستيشال نيومونيا. الفيروسات تعمل اتيبيكال او انترستيشال نيومونيا. وحاجه ثانيه خدتوها في المايكرو، المايكوبلازما. المايكوبلازما بتعمل اتيبيكال او انترستيشال نيومونيا. في حاجه كمان لوفلرز نيومونيا. يعني ايه كلمه لوفلرز نيومونيا؟ خدتها في البارا، بارازيتيك نيومونيا، وبيبقى الدم فيه ليفل عالي من الايزينوفيلز. في ممكن يحصل في اللنج جرانيولوما. ايه اشهر جرانيولوما بتيجي في اللنج؟ التي بي. وفي كمان حاجه ثانيه اسمها اكتينو مايكوز. في الراديشن نيومونيا، تعرض اللنج للاشعاعات بيعمل الراديشن وفايبروزس وبيعمل نيومونيا. وفي اخر حاجه اسمها ليبيد نيومونيا، اعرفوها كاسم. يبقى ده عرض النيومونايتس كله. البكتيريال نيومونايتس اللي هي اللوبر نيومونيا والبرونكو نيومونيا، دول الموضوعين اللي هناخدهم بالتفصيل المره الجايه. بقيه الورقه دي عايزكم تقروا فيها بس الاتيبيكال نيومونيا اللي هي بتيجي في الانترستيشال تيشو وبيحصل بسبب الفيروسات والمايكوبلازما فقط. في النهارده الساعه بعد حصه العمل هنا حصه سي بي اس للي فايته سي بي اس، بعد حصه العمل 4:30 بالكتير، بعد حصة